انت جواد العبيد؟ اي نعم. شو الموضوع؟ ليش جايبيني لهون؟ شو عامل؟ بتعرف شو عامل ما هي؟ والله العظيم ماني عامل شيء. اسمك جواد العابد ولا جواد العايد؟ قال كنت شاطر بالبكالوريا. جواد العايد صار ضابط والذكريات ما لها قيمة إذا بدها تفتح دفاتر قديمة. بظن ما تفهم علي. أكيد عم بفهم. بقى رح ننسى ولا؟ أكيد ما رح ننسى، وجواد لازم يتعاقب على عملته. والغريب إنكم تجيبوني هيك من جامعتي، كان لازم تجيبوه هو مو أنا. عم تضربني لأني عم أقول الحق؟ لا ما أضربك لأنك نمر، نمر حقيقي. بس بعد شهر واحد رح فرجيك المورا كيف بتقطقط عنا. غدو يا أبو طارق، فرجوه كرم الضيافة. بس أنا ماني عامل شيء، ما بحق لك لا تضربني ولا تحبسني. ولك بحق لي حط صرمايتي فوق راسك؟ أبحق لي؟ قلت لي رح فرجيك إذا بحق لي أو لا. خدوا يا أبو طارق. بس أنا عندي جامعة، واللي عم تعملوه ممكن يخرب مستقبلي. اللي ما يخرب مستقبلك هاد عقلك. بس جواد سرق لي جهدي وتعبي، تعب سنة كاملة من السهر، بدل ما تحاسبه عم تحاسبه صاحب الحق. حق بتاخده من أبو طارق. بعد شهر بنحكي. قلع قلع. شو مسوي؟ وين رايح؟ أنا عامر ولا حدا تاني؟ ما بعرف ما بعرف شو عمل فيي هالكرسي؟ شو عملت فيي يا أبو نزار؟